أقبل مفاوض آخر. سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة. محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم. مكة هي ديارنا. في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله. عشر سنوات من السلم، نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت. كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصراً. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟